التأكيد لفريق الجهوي لتدريب المشروع عن عدم التأمل بفضولي معكم في هذا اليوم، وذلك رجع الإكراهات وارتباط رسمها خارج عن إرادتي. ثانياً، الحق أقول وأصدقكم القول، لم أتخوف يوماً من كلمتي كما هو الحال عليه اليوم، والسبب راجع لصعوبة المهمة والموقف. فمن الصعب ما كان هو أن يتكلم أحد منا عن تعقيد من المرحوم عبد القادر، ونتمكن من ذكره بكل إخلاص لذكر صفاته وخصاله ومواقفه وإنجازاته. حقيقة لم تتأمل أقدر أن أحظى بشرف العمل بالتأبيني إلى جنب مع الفقيد واشتغل عن قرب معه. الفقيد يعتبر شهيد، فعلا كعبد القادر رحمه الله هو شهيد، شهيد الواجب الوطني، شهيد أسرة الثانوية. من منا لم يتمنى أن توفي لمن وهو يشتغل وهو يضحي ويعطي أفضل ما لديه لهذا الوطن وأبنائه. فمن خلال ما تمكنت أن أتوصل إليه عبر كلامي مع كل من أصدقائه وزملائه ممن عاشروه وعمل معه جنبا إلى جنب، أعطاني إحساسا بكل صدق بالفخر أنني اشتغلت يوما في فريق عمل كان يضمه قيد حياته. في عبد القادر رحمه الله كان ذاك الأستاذ والمدير، كان ذاك القائد المسير المحفز الناكر لذاته، القيادي الرجل المتواضع الذي يقوم بكل المهام وينم عن الجميع كل ما دعت الضرورة لذلك. كان يقوم به بكل فرح وحب وافتخار، كان يحفز يشجع ويدفع بزملائه للأمام. كان وقته كله من مؤسسته وعمله، بحيث كانت تعتبر مؤسسته كبيت ثاني. والغريب والجميل في الأمر أن من خلال كلامي مع الأستاذة سعيدة القطبي البارحة قالت لي بأن كل ما كنا نعرفه على الاعتقاد كان قليل جدا بالنسبة لما عرفناه بعد وفاتي، لأن بعد وفاة المرحوم تمكنت من معرفة ما كان يقوم به تضحيات ومساعدات ويعني تفقدات لأسرة التعليم ولزملائه. رحمه الله الفقيد وأسكن في الساحل فتيح الجنان، ولكي لا ننسى جميعا فأكيد أن المرحوم كان قيد حياته مدير مؤسسة التعليم العمومية، ولكن لا يجب أن ننسى أنه كان ركيزة من ركائز ورش وطني كبير، ورش يعوض عليه من أجل إصلاح المنظومة. كان مشاركا حاضرا منخرطا متحمسا ومعطاء ومضحيا من أجل إنجاح هذا الورش. أكيد سيدتي أرملة الفقيد وابنتي مهيلة أنتن مسلمات في فوق تأييد عبد القادر وباقي أفراد أسرتي الصغيرة كذلك مكرومة، ولكن الأسرة الكبيرة أسرة التربية والتعليم وأسرة مشروع التعليم الثانوي مكرومة أيضا ونفتقد وسنفتقد في كل مرحلة من مراحل النجاح التي نعيشها مع المشروع مع روحي وذكراه. ولكن سيدتي وابنتي كلمة من طرف السيد مدير الأكاديمية، فيمكن اعتبار ما قال لي زوجتي سيدتي وأبيك ابنتي أنه لأبناء هذا الوطن بمثابة صدقة جارية على روحي الإيمان كلها. فأداؤنا واحد في فقدان المرحوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قادر الابن الذي افتقدته الام، وسعد قادر الزوج الذي افتقدته الزوجه، وسعد قادر الاب الذي افتقده الابناء، سعد قادر المربي الذي افتقدناه جميعا، سعد قادر رجل الاداره والتدبير الذي افتقدته أسرة الإدارة وأسرة التربية والتعليم عموما. الجميل في
هذه الجلسات أن يؤكد الجميع على أن ما عرفناه عن سي عبد القادر بعد الوفاة من خبيئة كان يجعلها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عرفنا سي عبد القادر رجلا طيبا، عرفناه رجلا متواضعا، عرفناه بقيم التواصل، وأن نعرف عنه بعد رحيله شيئا الخير والإحسان والعطاء والتضحية، فالحقيقة هذه من أجمل الشهادات، لأن شهادة الناس تقبل عند الله. أن يشهد فيك الناس أنك ذو كرم وذو أخلاق وذو سمات رفيعة، فهذه من الشهادات التقديرية التي يفتخر بها الإنسان ويفتخر بها بعد رحيله إلى ربه سبحانه وتعالى. أن يرحل المربي وهو في عز عطائه، وهو في خضم تضحياته التربوية، وهو يحمل هم هذه الرسالة العظيمة جدا التي نتقاسم عظيم أهدافها وغايتها مع أعظم الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء. عندما يفسد حال الأرض لا يبعث الله عز وجل أناس بوظائف معينة، بل يبعث المربي، يبعث هذا المعلم، معلم الخير، سواء هذا المعلم كان في القسم أو كان مدبرا للشأن التربوي. فأن تدبر الشأن التربوي داخل المؤسسة فهو ليس بالأمر السهل. ونحن عندما كنا نتحاور عن قرب مع سي عبد القادر دائما هناك تحديات، ودائما كانت هناك صعوبات، ولكن أن ينجح الإنسان في تجاوز كل هذه الصعوبات رغم ظروف، رغم إكراهات ورغم المرض، فلا يمكننا إلا أن نحيي سي عبد القادر الإنسان، سي عبد القادر الروح الطيبة. ولا يمكننا بهذه السيرة العطرة التي تركها المرحوم إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى طارعين أن يعلي مقامه في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يخلفه في من ترك من أبنائه أن يخلفه خيرا، وأن تصل دعواتهم الطيبة إلى روحه الطاهرة، لأن الإنسان كما تعلمون إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، من بين هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. فندعو له نحن، ولكن دعاء الأبناء هو في حاجة إليه أكثر، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعلي مقامه في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستسمحكم المشاركة بكلمة في حق المرحوم بإذن الله تعالى، أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بمؤسسة الثانوية الاعدادية ابن سينا. فارقنا السيد المدير المسمى قيد حياته عبد القادر بزكارة بعد فترة ليست بالقصيرة من العطاء، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من الجهد والخلق الرفيع. فمهما
حاول الموت أن يبعده عنا فهو لن يمحو ذكرى من أعطى الشيء الكثير للمؤسسة التعليمية. يعز علينا فراقه في وقت نحتاج فيه إلى أمثاله من الرجال الأوفياء لعملهم وللمدرسة بصفة عامة. ومهما قلت فيه من كلام لن أوفه حقه لما قدمه من عطاء ووقت وجهد وتفان في سبيل تطوير المؤسسة. لقد كنت الواحد من بين العشرات من رجال التعليم الذين عملوا معه، فكان يتمتع بطيبة المعشر وسماحة القلب، فزاده ذلك احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب رجال التعليم العاملين معه، وكذلك التلاميذ والتلميذات وأولياء أمورهم. فكان مثلا يحتدى به في تسيير المؤسسة التعليمية. لقد غيبته الموت جسدا، لكنه سيبقى في قلوبنا ما حيينا، لن ننساه، وستظل أعماله ومآثره في أعماقنا. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قريب أو بعيد، الموت علينا حق، وللموت جلال أيها الباقون. وللراحل الفقيد نقول أنه لنا بعدكم انتظار في محطات قد تطول وقد تقصر. العمر ماض والأيام حبلى والقدر محتوم. لقد أبكرت يا رجل الرجال وأسرجت المنون بلا سؤال. نحن لا نكاد نصدق أننا لم نراك بعد اليوم. لقد أثارت فاجئة رحيل غصة الحرب التي تحرق القلب، والحصار لزمن الرفقة الجميلة، وانطفاء لومضة نبل إنساني اجتماعي يرفع غصب عينيه كرامة النفس والوقوف عند الحق. فلا زلت أتذكر آخر مرة رأيته فيها. استقبلني بابتسامته المعتادة، تبادلنا التحية والسلام، دار بيننا حوار قصير موضوعه التحضير لافتتاح المكتبة واقتناء الكتب الضرورية لذلك. كان طموحا حتى في آخر أيام حياته. مضيت إلى قسمي وبعد انتهاء الحصة الصباحية تفاجأ بوعكته الصحية. توالت الأحداث سريعة بعد ذلك، فلم تستطع عقولنا وقلوبنا استيعابها إلى أن فارق الحياة ونحن في ذهول. نستغل هذه المناسبة لنجدد تعازينا الحارة لأسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة وأقاربه وأصدقائه وزملائه. نظرا لطبعها الإنساني، ولكن لا بد من كلمة تقال في حق المرحوم. بطبيعة الحال لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السعد القادر بزكارة رحمه الله فقدنا فيه الأخ والسند والصديق. السعد القادر رحمه الله الإنسان فقدنا فيه طيبوبته، فقدنا فيه كتمانه للسر، فقدنا فيه بساطته وتواضعه مع الجميع. السيد القادر رحمه الله الإداري سبقنا بسنوات في المهام الإدارية، وكان بطبيعة الحال مرجعا لنا، يعني كلما اشتد علينا أو كلما يعني حلت نازلة وأردنا أن نتشاور نتشاور مع السيد القادر بزكارة رحمه الله. السيد القادر بزكارة المناضل، وهذا الجانب فيه لا يعرفه الناس كثيرا،
يعني في مجموعة من المحطات النضالية التي كنا يعني نخوضها كإدارة ربوية، كان سير القادر بزكارة تجده دائما في الصفوف الأولى، يعني الكلام يعجز والعبارات يعني لا تسعف في الاسترسال، ولكن نقول لأسرته رحمه الله تعالى وعزاؤنا وعزاؤكم واحد أسرة. باسمي واسم جميع الأطر الإدارية والتربوية بالثانوية الإعدادية ابن سينا، نتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد المرحوم السيد عبد القادر بزكارة، تغمده الله بواسع رحمته. كان رحمه الله نعم الرجل الطيب الخلوق، صاحب الوجه البشوش، الحسن المعاملة مع جميع تلاميذ الأساتذة وأولياء الأمور كذلك. شخصيا كان بالنسبة لي الأب الثاني الذي يستقبلني كلما حللت إلى المؤسسة لأداء الواجب المهني. إننا لنفتقده، فقد ترك فينا حزنا كبيرا، حزنا عميقا في قلوب الجميع. رحلت وتركت بصمتك في كل ركن وفي كل زاوية من زوايا المؤسسة. غابت عنا ابتسامتك التي نلتقيك بها كل صباح، صدى صوتك لا زال يتردد على مسامعنا وكأنك بيننا. لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله في المراتب الأعلى مع الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله. قاسية لحظات الوداع والفراق التي تسجل وتختزن في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجيعة ونختنق بالدموع ونحن نودع واحدا من جيل المربين والأساتذة الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة، الناكرين للذات الذي فارق الدنيا بعد مسيرة عطاء عريضة ومشوار حياة في السلك التعليمي والعمل التربوي والاجتماعي، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة. نلقى وإياكم مع كلمة أخرى من تقدير ممثل عن تلاميذ ثانوية سينا الإعدادية، تقدمها التلميذة خديجة رومي. والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة إلى جميع أطرنا الإدارية والتربوية ولجميع الحضور الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. باسمي وباسم جميع تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن سينا وببالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحر التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة ولجميع الأطر الإدارية والتربوية في فقيدهم وفقيدنا الأستاذ عبد القادر بزكارة، الذي كان ساهرا على تكويننا التربوي والمعرفي. المرحوم السيد المدير عبد القادر بزكارة وداعا، والأثر الطيب باق. حضورنا اليوم بهذا الشكل هو للتعبير عن العرفان والوفاء لك. إنه لموقف عظيم، حدث لم نكن نتوقعه بوقوفي هنا لأتحدث عن رحيلك، رحيلك الذي ترك فراغا بمؤسستنا. ثق بأنك ملأت هذه المؤسسة بروحك وإنجازاتك مثلما ملأتها بصوتك وإنسانيتك التي كانت رمز التلاحم والوئام بين تلاميذك بالمؤسسة. كم افتقدنا النظر إلى وجهك البشوش الذي لا تفارقه الابتسامة.
كم اشتقنا لسماع صوتك ونصائحك النابعة من القلب. لمسنا فيك مشاعر القوة، عرفنا فيك الأمانة وطيبة القلب. كم هي قاسية اللحظات الوداع والفراق، وكم نشعر بالحزن ونحن نودعك. سيدي، فارقت الحياة تاركا سيرة عطرة وروحا نقية وميراثا من القيم. فيا أيها الإنسان الطيب، كنت نموذجا يحتذى به في البساطة وسمو الأخلاق والتسامح. أعطيت كل ما لديك بلا حدود ودون كلل أو ملل، وجدران مؤسستنا تشهد على ذلك. لقد غيبتك الموت عنا، لكنك ستبقى في قلوبنا، ما حيينا ولن ننساك. نم مرتاح البال والضمير، فقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه. أيها الحضور الكريم، إنها الحياة الدنيا فراق الأحبة، ونأمل من الله أن يكون في الجنة اللقاء. أحسن الله عزاءنا وغفر لميتنا وتغمده بواسع رحمته، راجين من الله أن يسكنه جنات الفردوس مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما نطلب من الله عز وجل أن يرزق أهله الصبر والسلوان. وإن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، أنتقل وإياكم إلى كلمات سوحة لأصدقاء وأقارب المرحوم. فمن يريد تقديم؟ نبدأ أول الأستاذ هاشمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، كل باسمه وصلته. لم أكن أتوقع أن أقف هذا الموقف لأتحدث عن أخي الذي لم تلده أمي. جميع الكلمات أجمعت على أن سيدي عبد القادر رحمة الله عليه كان كتوما في كل ما يحيط به، يعاني من هنا وهناك، يتلقى، لأن العمل والعمل دائما فيه مشاكل تطرح ولا تجد سيدي عبد القادر يتحدث عن هذا أو هذا، بل يتحدث عما هو إيجابي في غالبية حديثه. سيدي عبد القادر أيضا يعني سيدي عبد القادر أيضا كما قلت بزاف ديال الإخوان اللي تكلموا عليه، وسمعت ممثل أو ممثلة من الأكاديمية تحدث عن الصداقة الجارية. نعم، بالنسبة إلي ورثت عن سيدي عبد القادر رحمة الله عليه السكن، ورثت عنه الإدارة، ورثت عنه مؤسسة. هذه الأمور اللي طبعا ما كيعرفوهاش الناس، كان دي الناس كانت كتعرف شنو كيتعاش معاه في الخارج وكيف كان ذلك، ولكن بالنسبة إلي كان ورثت عنه السكن. فلم يغادر سيدي عبد القادر رحمة الله عليه سكنه إلا بعدما صفى كل شيء. نسمع من هنا وهناك من يترك العداد الكهربائي ليؤديه من يليه، ولكن سيدي عبد القادر كان وفيا لالتزاماته. سيدي عبد القادر رحمة الله عليه أيضا ترك صدقة جارية، كلما
كلما تجولت في سكناي أصادف شجيرات هنا وهناك تثمر، فيكون دعائي مساء مع سيدي عبد القادر رحمة الله عليه. تزورنا اللجان في مؤسساتنا فنعطيها ما نريد، نهيئ، ولكن كنت لجنة وبحثت في كل الوثائق فلم أجد إلا ذاك الإداري المحنك الوفي. سبقني أيضا بالإشارة إلى نضاله ووفائه. أتذكر آخر محطة، وكان سيدي عبد القادر رحمة الله عليه يعاني من ألم في الرجل، فطلبت منه الحضور ولو لخمس دقائق فلم يتوانى. سيدي عبد القادر طبعا عرفته منذ القدم، ولكن معرفتي به ازدادت عندما تسلمت الإدارة منه، فكان الرجل ويصدق فيه قول ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدي عبد القادر رحمة الله عليك، غبت عنا ولكن لا تغيب عن قلوبنا، لا تغيب عن قلوبنا. وطبعا ربما كان يفترض أن أحضر كلمة، إنما الرجفة التي تصيبني في يدي الآن ولولا تمسك أو إمساك بهذه الخشبة لما استطعت أن أكمل. سيدي عبد القادر كان الرجل، كان وكان وكان، فرحمة الله عليه. إني داع فأمن، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم تقبل عندك في الشهداء، اللهم يا رب، اللهم اسقه من حوض نبينا شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي. فقيد أيها الحضور الكريم، عرفنا الفقيد معلما هادئا تسامحا راضيا قنوعا، أعطى للحياة وللناس جهده وخبرته تجربته وحبه له، تمتع بخصال ومزايا حميدة جلها الإيمان وحسن الخلق وحسن المعشر وطيبة القلب، متميزا بالتواضع الذي زاده احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب الناس. وتقديرا منا لهذا الرجل العظيم تهدي الأطر الإدارية والتربوية لثانوية ابن سينا الإعدادية عائلة الفقيد تذكارين عربونا لمحبتنا ووفائنا. التذكار الأول هو عبارة عن لوحة تشكيلية ساهم في إعدادها أساتذة مادة الفنون التشكيلية بالمؤسسة، أستاذة مريم كسكسو والأستاذ العمران، فلهما جزيل الشكر. يقدم التذكار لابنة الفقيد السيد مدير مؤسسة سيد أحمد الصغيري، وسيد ريس العيدودي ممثل مديرية الإقليمية بالعرائش، وسيد حاتم الدار، وسيد كذلك رئيس جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. فليس بالضرر. الأساتذة اللي داروا هذا
التذكار التالي أيها الحضور هو عبارة عن درب كذلك من أطر التربية الإدارية الثانوية. يقوم تسليم الدرب أستاذة كتبي والأستاذة سمية ياسين والأستاذة هاشمية. كذلك ممثلين عن تلاميذ المؤسسة. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكريم، كم هي قاسية اللحظات الوداع والفراق التي تشجل وتختزل في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجأة، ونختنق وتختنق الدموع ونحن نحيا لحظة تأبين واحد من جيل المراقبين والمديرين الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة الناكرين للذات بعد مسيرة عطاء عريضة ومشوار حياة في سلك التعليم والعمل التربوي والإداري، تاركا سيرة عاطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من القيم والمثل النبيل، وإننا لنرجو أن يكون له عند ربنا الحسنى. لقد تركتنا أيها الفقيد الراحل في دار البقاء، مودعا دار الفناء التي اشتغلت فيها حيزا مرموقا من العطاء، مخلفا وراءك عائلة صالحة كريمة وملتزمة، وكنت أيها الصديق قريبا من قلوبنا، ولذلك ليس صدفة أن صورتك غادرت عيوننا إلى قلوبنا لتستقر هناك. ستبقى دائما ذكراك عطرة في قلوبنا وقلب كل من صاحبك وعاشرك واشتغل بجانبك. سنفتقدك في احتفالاتنا وشتى مناسباتنا، سيفتقدك الأهل والأقارب وكل من اشتغلت معهم واشتغلوا بجانبك. فاخلد في جنات الخلود ولتشرح نفسك بجوار ربها فهو السميع المجيب. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته مع الصالحين حيث نعيم الآخرة، سائلا الله عز وجل أن يلهم أسرتك وأقاربك ومحبيك جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله. الصالحين حيث نعيم الآخرة، سائلا الله عز وجل أن يلهم أسرتك وأقاربك ومحبيك جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله. دائما مع كلمات أصدقاء وأقارب المرحوم، فمن يريد سحن القطري. والسلام على خير المرسلين. حضور كريم سي القادر، الله يرحمك الله يوسع عليك. لكن سي القادر هو عبد من عباد الله الذين خصهم الله بصفة لا يخص بها جميع الناس، وهي حب الناس له. أنا شخص أحببت السي عبد القادر و
وأننا أعرفه، أحببته وأننا أعرفه في أحد محطات حياته المهنية. فسألني صديق حاضر بيننا والسلح سلم أقتل، قال لي أخي أحمد كيف تحب هذا الرجل وأنت لا تعرفه؟ قلت لا أعرف، المهم رجل أحسست أنه يجب أن تدعمه وأنه واجب دعمه. مرت السنين فشاءت القطار أن يكون سعد قطر هو المدير المؤسسة التي أشتغل فيها. جات النهاية ديال السي حسن، تعتبرو بخير، قلت له السي حسن غادي تمشي وسنسنى بيه. قال لي أخي أحمد راه ما جاي مدير فحالي أولى أحسن منك. جا السي عبد القادر عندنا المؤسسة فوجدت الجواب على السؤال، كيف هذا الشخص يمكنك أن تحبه عن بعد؟ وجدته أصدق رجل أو من أصدق المديرين الذين تعاملت معهم، ليس عن فراغ وإنما عن تجربة. عشنا في المؤسسة اجتماعات كثيرة مع سي عبد القادر وعمرنا ما شعرنا بالنقاش الحق أو بالنقاش المضاد. لماذا؟ هنا غادي نجيب الجواب، كنشعر على أن سي عبد القادر هو من أصدق المديرين الذين تعاملت معه. لهجة سي عبد القادر رحمه الله، لم أجد لك إلا شهادة الرسول فيك، وهي الشهادة التي شهدها في أبي ذر لما قال له: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. أتمنى الله أن يكون السي عبد القادر من الصادقين وأن يحظى بهذه المرتبة العليا التي تتلخص فيها جميع الصفات الحسنة. لكي تصل إلى الصدق صف جميع الصفات تكون صادق. صدقت السي عبد القادر في حياتك المهنية، وصدقت في إخلاصك مع مدرسينا والقطور التربية معه رحمة الله عليك. بنيتي نحن معك أي حاجة تستطيع، أنا بقدري وحلول لديك. السي عبد القادر ما توفاش، السي عبد القادر حي، وصدقت لما قلت السي عبد القادر حي. جميع الإخوة اللي هنا معك ومن أي حاجة وقفت لها أنت مرحبا، ما تشعرش بأنك صدقت في قولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على حضوركم. نبقى الآن مع كلمة ختامية يلقيها على مسامعكم مدير مؤسسة سيد أحمد السغري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لكم جميعا، كل بصفته واسمه. حصل لي الشرف بعد ما انتقلت مديرية العرائش أنني نتكلف بتدبير إداري المؤسسة، لكن بعدما عرفت المجهودات الجبارة التي كان يقوم بها المرحوم فمسؤوليتي أصبحت أكبر. فلترقد روحك بسلام، سنتمم وسنناضل تربوي أجرف المؤشرات التي كان يشتغل عليها المرحوم. لا مستوى ديال التجويد، تجويد التعلمات، ولا رفع المعدلات ديال النجاح، ولا تفعيل الحياة المدرسية، ولا تجهيز واستعمال العدة المعلوماتية. جميع الأوراش اللي كانت مفتوحة في العهد ديال المرحوم غادي نكملوها إن شاء الله بتفان وصدق وجد بشكل جماعي، وأنا ألتزم أمامكن وأمامكم بهذا كمنسق لهذا العمل. حفظكم الله، الله يرفع لنا الوباء، الله يرحم المرحوم.
شكرا للجميع. هذه لحظة الزوجة ديالو والأسرة الصغيرة والكبيرة، فلتطمئنوا. لكن طلبنا الوحيد لا ننسى جميعا، لن ننساه من الدعاء، لن ننساه من الدعاء. ونحن في الميدان وفي المؤسسة التعليمية سائرون مستمرون مبدعون لنتمم المسيرة التي ترك لنا المرحوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأسكنه الجنة مع حبيبك سيد الأحباب. اللهم بارك له في أهله وفي ولده وفي أثره برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم كل من فقدناهم في هذه الأسرة الطيبة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتقبل منهم وأعلي مقامهم جميعا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه الجلسة وأهلها، في رجالها ونسائها، في كبارها وصغارها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي الجنان. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، ومعكم بنت المرحوم عبد القادر بزكارة. كنشكر اي واحد وقف معنا من نهار المرض ديالو حتى نهار الموت ديالو. شكرا بزاف، شكرا لعائله التعليم، شكرا للناس العرايش كاملين وقفتوا معنا وقفه رجال. والحمد لله بما هذه ماساه العرايش كامله ماشي على العائله ديالو، ولكن الحمد لله ربي بغاه، ربي داه، وما نقدرش نهضر بزاف. الحمد لله، وفقدت انا الاب، فقدت الصديق، كنت ما فقدت رجل تعليم، فقدت اخ، فقدت اي واحد. وكنشكركم بزاف على الوقفه ديالكم. رحمه الله على المرحوم سي عبد القادر بزكاره. هاد الامسيه اللي كانت حفل تأبيني لوفاه المرحوم، وفاء لروحه ولعمله ولتضحيته ولعطائه، انه مربي الاجيال. لقد مات المرحوم وهو يزاول عمله، إنه شهيد الواجب. نتمنى له الرحمة والمغفرة والصبر لأسرته الصغيرة والكبيرة. من خلال هذا الحفل تبين أننا فقدنا رجلا وطنيا بامتياز، غيورا عن وطنه وعن بلاده وعن أسرته وعن الأسرة التعليمية وعن المنظومة التربوية. يتبين هذا من خلال الأوراش والأعمال وحب الخير والتفاعل الإيجابي والتتبع الدقيق لجميع العمليات من مشروع المؤسسة وتتبع الحياة المدرسية والإشراف على الامتحان ديال البكالوريا، حيث كان يشرف على المركز ديال التصحيح ديال البكالوريا هنا في الثانوية ديال بن سينا الاعدادية. فرحمة الله عليه، وصبرا لوفاته، ونحن ملتزمون بمتابعة وتتمة الأعمال
والأشغال والمخططات التي كان يشرف عليها الأستاذ بزكارة وفاء لروحه. نحن كأطر إدارية وتربوية وكتلاميذ سنتمم هذا المشوار وفاء لروحه. فلترقد روحك بسلام أخي العزيز سعد.